إن شاء الله. تعالوا نشوف هنا مشاهد للاحتفالات والأفراح أمام اللجان. احتفالات يعني مبهرة تخليك تشعر ان انت امام انتخابات من نوع خاص. كل دول العالم فيها انتخابات، لكن قلما تجد هذه الحالة الاحتفالية اللي انت شايفها دي، احتفالات في كل مكان في اللجان. البعض هنا بيقول لي اصل في حملات التشكيك والمستمره. يعني لو نسترجع مع بعض، شوف الخصوم كانوا بيقولوا كان مدخلهم ايه في الهجوم. لو ترجع كده للانتخابات الرئاسيه اللي فاتت، هتلاقي كان الهجوم على عدم الشرعيه، شرعيه مرسي، الحديث عن انه هذه الانتخابات غير شرعيه. أنا بكلمكم عن الانتخابات اللي فاتت، يعني عشان تشوفوا إزاي إن كون الناس إن تتضاءل انتقاداتها وحملات التشويه عندها من إنه والله النظام ده أشهر وهيقع. أو خلينا بس نشوف الأول الحالة الأهم من أي حاجة، حالة البهجة والفرحة دي. يعني حالة مبهرة في انك تشوف الناس بهذه البهجة والفرح. ليه؟ لانه التصويت في الانتخابات عندنا هو فاهم انها مش صوت انتخابي فقط، هو شايف انه ده يوم وطني بيتصدى فيه لمحاولات للتشويه والتشكيك ومحاولات لإعادتنا للخلف من جديد. يعني فكنت بقول لكم انه الانتقادات كانت بتوجه، لما استعيد معاكم الانتخابات الرئاسيه اللي قبل كده، كانت سهام الانتقادات كلها متعلقه بال، يعني انا مش عارف اقول الكلمتين من حاله البهجه والفرحه. يعني
كل ما اجي اتكلم وابص في على الشاشه اقول الاحتفالات اهم والفرحه اهم يعني، والناس بتبتدع حاله الفرح وبتضايقهم جدا، وبعدين يبتدوا مع ان دي عائلاتهم يعني، انت عارف انتوا عائلاتنا كلها عائلات ممتده الى بعضها البعض يعني، وهم اعتادوا الحقيقه على يعني اهانه الشعب اللي فكر انه يحكم الشعب بميليشيات، فبالتاكيد هيبقى عنده فكرة إهانة الناس دايما وإهانتها في سمعتها وأعراضها، مع إنه ادخل أي فرح مصري عادي ريفي في أي مكان لازم، ده حتى العائلات كلها بتقول في هذا اليوم الناس بتبتهج وترقص، هما بيتعاملوا وبيرقصوا كلهم يعني، بيتعاملوا مع هذا اليوم على إنه بمثابة الفرح الكبير يعني. فبقول لكم كانت الانتقادات، سهام الانتقادات في الانتخابات الرئاسية اللي فاتت إيه؟ انتخابات لا شرعية، هذا النظام ليس شرعيا، وضغوط دولية كانت تمارس على مصر لسه، وكمان ده النظام ده هيقع، ده بالظبط شهر اتنين تلاتة ست شهور. طيب لما توصل إلى إن كل ما يوجهونه من سهام انتقادات الآن هي إيه؟ ده اللجان فيها مش فاهم إيه، ده بيرقصوا أمام اللجان، ده انتخابات لا تشهد إقبالا. فشوف ازاي انتقلنا من حالة إلى حالة تعبر عن عجز الخصم وضعفه الشديد في انه لم يعد يجد شيئا، خلاص أهدافه تضاءلت بشكل كبير. كانوا بيوعدوا الناس في الانتخابات الرئاسية السابقة ان دي انتخابات انقلابية غير شرعية، ويستعدوا المجتمع الدولي على مصر، وكلها خمس ست شهور وهذا النظام هيقع من تلقاء نفسه يعني. دلوقتي بيتكلم عن لجنة فاضية وعن عائلات بترقص أمام اللجان يعني، ده كل المنطقة اللي بيلعب فيها يعني. فالحقيقة ده كويس يعني، ده معناها إن تضاءلت أحلامهم وأهدافهم في إنه هذا النظام حتى يهتز، وبالتالي يعني لا يجب إنه الناس تبالي بانتقادات متعلقة بلجنة فاضية ولا مش لجنة فاضية يعني. ده ناس كانت بتتكلم قبل كده عن نظام هيقع وعن ضغوط دولية وعن حصار على مصر وعن انقلاب وعن عدم شرعية وعن ان مرسي جاي وراجع، فخلاص حتى لاحظوا وفي حد دلوقتي بيتكلم عن ان مرسي راجع، بيتكلموا عن لجنة فاضية، بيتكلموا عن يصوروا لك لجنة فاضية وخلاص يعني، ده ما كل أهدافهم يعني. حد بيتكلم عن نظام انقلابي والكلام لا، ده بيتكلموا عن ناس بتحتفل وترقص أمام اللجان يعني. فأنا أعتقد إنه حتى الخصوم يرقصون على جثة الفشل، حتى الخصوم اللي بيتهكموا على فرحة الناس لا، هم بيرقصوا على جثة الفشل واليأس والإحباط، وبيرقصوا على جثة أحلامهم وأهدافهم اللي ضاعت وتلاشت وتضاءلت من نظام هيقع ومرسي راجع وانقلاب ومجتمع دولي واقف معانا وهيقف معانا، إلى إن بقت في النهاية كل اللي بيتكلموا فيه لجنة فاضية وبنات وأولاد بيرقصوا أمام اللجان يعني. وبالتالي لا يجب أن نبالي ولا نهتم بحملات الخصوم لأنها تضاءلت جدا، تضاءلت، كنا فين وبقينا فين. فعشان كده ده يخليك تتحمس بقى إنك تكمل دولة المؤسسات اللي قامت بعد ثورة 30/6 من مرحلة انتقالية إلى فترة رئاسية أولى إلى الثانية، نكمل ونحمي هذه المؤسسات ونحصنها. كل متردد عليه انه غدا ان شاء الله يحسم موقفه ويعني يفضل دائما انه يذهب لصناديق الانتخابات ويقول ان انا هنا بحصن وبحمي مشروعنا اللي احنا تعبنا فيه في 30/6، حتى لو انت بقى مختلف مع الرئيس ومع النظام ومع الحكومة، شايف علامة النصر الهايلة دي وشايف الاعلام والاحتفالات اللي عند الناس، المشاهد الاحتفالية بتزعجهم جدا، خلي انه خلاص
هي تضاءلت انتقاداته واحلامه واهدافه الى هذا الحد، انه بقى بيتكلم عن بس ايه الناس اللي بترقص امام اللجان ده، وايه اللجان الخاويه الفاضيه دي، ده وفقا لكلامهم يعني، لانه مش هيشوف ده، هو مش هيجيب مشاهد زي دي ولا هيشوف ده خالص، بيهين الناس دي، تخيلوا بيهينوهم اللي هم يعني كلهم عائلاتنا، عائلات مصريه اصيله، والفرحه لا تتناقض مع الادب والفضيله يعني. ده هو شوف اللغه اللي بيتم استخدامها، والسوقيه والانحطاط اللي بيستخدموها في حملات التشويه يعني. انما حاله الفرحه دي لا تتناقض ابدا مع ادب العائلات ومع الفضيله. الناس بتعبر عن بهجتها وعن فرحتها، وهنعبر عن ده في اليوم الثالث وبعد اعلان النتائج ان شاء الله، وحتى بعد خلال عمليات الفرز يعني. اهي علامه نصر هايله وجميله، والناس بتستخدم كل وسائل الاحتفال. ان شاء الله المحصله النهائيه في ال 72 ساعه، محصله ال 72 ساعه في نهايه اليوم غدا، اللي هنتابعه معاكم من خلال عمليات الفرز مساء الغد، لكن لا إعلان لنتائج رسمية إلا يوم الاثنين القادم.